طيب بالظبط كده. عدد المستفيدين بقى تقريبا قد ايه؟ 11 مليون صاحب معاش ومستفيد. 11 مليون وواحد من عشرة مستفيد. ايوه يا فندم، مفيش استثناءات لهذه المنحه مظبوط؟ كل الناس هتاخدها. يعني ال 11 مليون صاحب معاش ومستفيد هيستفيدوا من هذه المنحه يوم 1/11 ان شاء الله. هيحط الكارت بتاعه، هيلاقي الزيادة موجودة عن الشهرين بتوع أكتوبر ونوفمبر. طب ال 11 مليون شخص يا فندم أو ال 11 مليون مستفيد دول، التكلفة الواقعة على الدولة قد إيه؟ تكلفة تقرير المنحة الجديدة اللي قدرها 300 جنيه اللي غير ال 300 جنيه بتاعت السنة اللي فاتت، تكلفتها سنويا 32 مليار جنيه. 32 مليار جنيه. طيب بالنسبة للست اللي هو لأصحاب المعاشات اللي خرجوا على المعاش في شهر سبتمبر وأكتوبر اللي فات، هيصرفوا المنحة دي عادي اللي هي ال 600 جنيه، هنا بنتكلم على 300 وال 300. طيب علشان ما نعملش لبس في الموضوع، خلينا نقول السنة اللي فاتت كل اللي كان بيصرف معاش، كل اللي كان بيصرف معاش تقرر ليه 300 جنيه. نعم. وصرفها وموجوده في معاشه دلوقتي. خلينا نقول ان احنا السنه دي بنبني 300 جنيه تاني. نعم. فاللي كان بياخد 300 هياخدهم 600، واللي ما كانش بياخد ال 300 اللي هو اللي طلع معاش خلال السنه هياخد 300. نعم. طيب يا فندم برضو عشان الصورة تبقى واضحة للمشاهدين، هل في حد أدنى أو أقصى لهذه المنحة؟ المنحة بمبلغ مقطوع يا فندم. يعني بغض النظر عن قيمة معاشي أنا قد إيه، اللي بياخد 1500 جنيه، اللي بياخد 2000، اللي بياخد 3، جاي له 300 جنيه اعتبارا من شهر أكتوبر، بس هنصرف في شهر 11. نعم. طيب